إذن التصعيد متواصل على هيئة التشقيق اليوم منذ الصباح، وحتى الأطراف أكثر من 35 غارات استهدفت حي جوبر الدمشقي، بالإضافة لغارات ليلية كانت تستهدف الحي تتجاوز أكثر من 10 غارات. واليوم صباحا كان هناك أيضا أكثر من 20 غارة استهدفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وخاصة مدينة وأيضا مدينة زملكة. والتصعيد حتى على الحدود متواصل، والطيران لا زال يحلق في سماء الغوطة الشرقية حتى